يجتبيك الله عز وجل شانه بحسب همتك وعزيمتك، ويمطر عليك البلاء بحسب قوتك وإصرارك. كلما عظمت همتك عند الله كلما عظم ربما البلاء والاختبار، وربما ألقى الله عز وجل شانه عليك تبعات الطريق من أشواك وحجارة، وتتعثر وتنزلق وتسقط ثم تقوم، ثم تتكرر عليك التبعات ثم تسقط مرة أخرى ثم تقوم. الله عز وجل شانه لا يبتلي أصحاب النفوس الضعيفة، فيكفيهم هوان على هوان ضعفهم، ويكفيهم ضعفا على ضعف. يا سادة يا سادة، هل يختبر الضعفاء وهم ضعفاء؟ هل يختبر الضعفاء وهم ضعفاء؟ هل يشترى الحجارة وهي ملقاة على عثرات الطريق؟ هل الرمال تقاس بالذهب؟ لهذا الله عز وجل يختبر أصحاب الهمة. عظمت همتك، عظم الابتلاء وانتظر الابتلاء. عظم عقلك، عظم البلاء والابتلاء. أما أن تجلس في زاويتك تتقوقع على نفسك وتضع قدما على قدم وتضع يدك اليمنى أسفل خدك وتقول الله عز وجل سيبتليني، الله لن يكترث بك طالما أنت من أصحاب النفوس الضعيفة. سيرزقك ويطعمك وتلبس، فهذا قدرك. أما أصحاب الأفكار العظيمة، أما أصحاب الهمم الجليلة، فأولئك الله عز وجل شانه الذي جعل للقمة تتسع لرجل واحد، سيريك العثرات والانزلاقات والسقوط، فلا يستحق أن يجلس على القمة إلا صاحب الهمة. يا سيدي، من تأمل في سنن الله عز وجل شانه يجد أن الله عز وجل شانه يرسل قوته لمن يضاهي، يرسل الإعجاز والآيات لمن يضاهي. الله عز وجل شانه سبحانه يرسل الآيات لمن برع بالآيات. لا يرسل الله عز وجل الآيات لأناس الضعفاء ولا ينافس، فقدر الله عظيم، ولا يبتلي إلا أصحاب النفوس العظيمة جل وعز وتقدس. أن الله عز وجل يبتليك بما تستطيع أن تبهر العالم به، يبتليك الله عز وجل بحسب همتك وعقلك. فيا سادة، إذا عظم عليك البلاء فأنت عند الله عظيم، إذا رأيت السماء تمطر عليك الابتلاء فأنت عند الله عزيز، إذا رأيت بلاء تلو بلاء تلو ابتلاء لا تكاد أن تخرج من ابتلاء حتى يدخل آخر تبتلى هنا وهناك، فاعلم أن الله يرى في نفسك عظمة، ويريد الله هذه العظمة أن تكون ليس فقط عزيمة من الداخل، بل يريد لها بركانا تتوقد وتشتعل حتى تثبت للعالم وللعالمين أني على كفء بإذن الله عز وجل، وأن لا أسقط، لا أسقط في موطن وضعني الله فيه سبحانه. لهذا ليس البلاء مهانة، بل هو عظمة لك يا سيدي. لهذا كونوا عظماء، واعلموا أن البلاء على قدر عظمتكم أمام رب العباد.